العزة لما أرسل صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد ظهرت عليه عجوز ناشرة شعرها تدعو بالويل والثبور، فضربها وفلق رأسها ثم هدم اللات والعزة. فلما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره على تلك العزة ولا عزة بعدها، يعني شيطان. أنتم لا تظنون أنهم يعبدون الحجارة، إنما يعبدون الشياطين التي تدعوهم إلى عبادة الحجارة. وقد تخاطبهم كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، قد تخاطبهم الشياطين من الضريح أو من الصنم، ويظنون أن هذا هو الصنم وهذا هو الضريح يكلم أو الميت يكلمهم، وهو شيطان يجري أن يفتنهم بذلك. ربما يظهر في صورة الميت، الشيطان يظهر في صورة الميت يقول له وش تبي، وش حاجك، أنا أقضيها لك، وهو شيطان. نعم.